نجم من نجوم النادي الاهلي والمدير الفني الحالي لنادي الشارقة الاماراتي كابتن هاني الفخراني. مساء الخير والف مبروك على السوبر الاماراتي امبارح. الخير يا كابتن خالد، والله يبارك فيك، وطبعا يعني بشكرك على الاستضافه ديت وعلى التهنئه على الهواء في البدايه. طبعا تحياتي لضيوفك الكبار، كباتننا الكبار كابتن الفي وكابتن الفي الدبيب وكابتن حسام غريب وكابتن احمد بلال، وبمسي عليهم يا رب دايما كده في خير ودايما منورين كده. مبروك يا هاني. مبروك يا هاني. الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا كابتن. الله يخليك كابتن هاني. عايزين بقى نسالك بخبرتك كده، مباراه اهلي وزمالك سوبر افريقي، شايفها من وجهه نظرك ازاي؟ في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا بتمنى ان شاء الله المباراه تخرج بالشكل اللي يليق بسمعه كره اليد المصريه، خصوصا في الاونه الاخيره بالمستوى الكبير اللي احنا بنقدمه والنتائج اللي بنقدمها في كل المحافل الرياضيه. اللي يكسب بقى في الاول والاخر، احنا دايما اهم حاجه ان اللقب هيكون منطقي في الاخر، وان شاء الله فريق يقدمنا في بطوله العالم ان شاء الله الانديه، وطبعا نتمنى ان الاهلي هو اللي يفوز ان شاء الله يعني. بس بعد كده المتوقع ان الماتش في بدايه الموسم المستوى الفني مش هيكون احسن حاجه، يمكن الموضوع هيغلب عليه اكثر الشغل التكتيكي من المدربين، يمكن الموضوع ده يجي في كفه النادي الاهلي اكثر شويه على اساس الاستقرار الفني من الموسم اللي فات. نفس الجهاز، نفس اللعيبه تقريبا، ما فيش حد جاي عليهم الا انخيل فرنانديز اللي هو اللعيب الكوبي اللي الاهلي جابه يلعب معاه المباراه. لكن يمكن في الزمالك هيعاني شويه من حته تغيير الجهاز الفني ومدير فني جديد، اللعيبه ما كانتش تحديده لفتره طويله، حتى لو هي نفس المدرسه، بس يعني كل مدرب ليه بصمته وليه شغله، يمكن الموضوع ده هياثر عليه شويه في الملعب. فانا اتمنى ان المباراه تليق باسم كره اليد، بس انا مش متوقع ان المستوى الفني يكون في احسن حاجه، يمكن هيبقى في طابع اكتر الحماس والروح اكتر الطابع الفني. شايف مفاتيح لعب نادي الاهلي او نادي الزمالك، يعني مفاتيح اللعب في النجوم، مين النهارده يكونوا مفاتيح لعب الفرقتين؟ هي احنا يعني يمكن في اخر ثلاث اربع سنين، يمكن في نادي الزمالك طبعا اللي في الليل الدور الاكبر دايما في المباريات الكبيره، يمكن الدرع والاحمر على المستوى الهجوم. الدرع طبعا لعيب سوبر، بيلعب في الدفاع وفي الهجوم بنفس الشكل، ولاعيب قائد في الملعب. الاحمر طبعا بخبرته في السنين اللي فاتت دي كلها بيبقى ليه في الاوقات الحاسمه، ليها دور مهم جدا. حراس المرمى طبعا، حراس المرمى النهارده هيبقى لهم دور كبير جدا، سواء كريم انداوي وفلفل او عصام وعبد الرحمن وطه او ابو حميد. النادي الاهلي طبعا في اسلام حسن وابراهيم المصري خبره كبيره، وفعلا عندهم القدره على قياده الفريق في الاوقات الصعبه. انا شايف ان الشباب، حتى الشباب هنا والشباب هنا، لعيبه مؤثره جدا في الزمالك وفي الاهلي نفس الكلام، لعيبه 98 لعيبه 2000. انا شايف ان الكفتين متكافئتين، اللي هيفرق بقى التوفيق والفريق. وانا بيتهيألي ان الاهلي يمكن عنده ميزه شويه، ان هو اوريدي بدا الموسم لعب بطوله افريقيا، بطوله رسميه، كابتن طارق اكيد الجهاز الفني جربوا فيها الشغل بتاعهم وبقى مستعد. انا في رايي ان هو الاهلي مستعد فنيا اكتر من الزمالك، فاتمنى ان الماتش يبقى يليق فعلا بسمعه كره اليد المصريه. كابتن هاني الفخراني، بنقول لك الف مليون مبروك على السوبر الافريقي، السوبر الاماراتي في كره اليد، وان شاء الله يعني دايما في انتصارات ودايما مشرفنا ابن النادي الاهلي البار كابتن هاني الفخراني. ان شاء الله نبارك بعد الماتش ان شاء الله باذن الله يا كابتن هاني. ان شاء الله. الله يبارك فيك حبيبي. شكرا.